بداياتي كانت أول ما استخرجت رخصتي حقة السيارة العادية، كنت بستأجر سيارة صني عادية وأروح وأجي فيها، وكنت أروح الحلبة في حلبة الديراب، كنت دائماً أتدرب في مدينة الرياض، وفي جدة في عندنا برضو حلبات، بس أكثر شيء بما أني أنا في الرياض كنت دائماً في حلبة الديراب في الرياض. الحلبة هذه الصراحة لها فضل كبير لي بعد الله، كانت دائماً تشجعني تدعمني، لأنه كنت ما حقول البنت الوحيدة بس اللي مستمرة، خلنا نقول يجوا بنات بس البنت الوحيدة المستمرة اللي تيجي الحلبة وتصر. فكنت كل ويكند أروح ميدان ديراب وأعمل براكتس، أسوي تدريبات. فبعدها أنا قررت إن شاء أطلع سيارة، وأتعمدت إني أخذ سيارة رياضية تلائم هذه السباقات، وكيف تكون اقتصادية وممتعة وفي نفس الوقت تنفع في اليو يعني ديلي يوز اللي هي الاستخدام يومي. وجبت سيارة اسمها تويوتا جي تي 86، هذه السيارة اللي أنا للآن أنا ماني قادر أسيبها ولا أشتري سيارة تانية، ومسميتها باي ذا واي لوليتا، ممكن تضحكوا علي. فسيارتي الجي تي 86 أنا أعتبرها نصف الثاني في نجاحاتي في المجال حقي حق السيارات. السيارة هذه قد ما أتكلم عنها من مواصفات جدا رائعة. جبت السيارة طبعاً مستعملة، ستوك غير أوتوماتيك، عدلت فيها تعديل كامل. أنت لو شفتوها دحين يمكن تنصدموا وتقولوا هذه بنت معدلة فيها، معدلة فيها يعني شغل رياضي وتنفع لديلي يوز ونازلة. كلهم يقولوا لي أنت مرة سيارتك نازلة، كيف ما يوقفوك الشرطة مدري إيه؟ أقول لهم هي ستوك. طبعاً استخرجت الرخصة حقت السباقات، نحن عندنا رخصة خاصة، صرت أروح الحلبة أشارك فيها أكثر بطولات، صار الاتحاد السعودي لرياضة السيارات يدعمنا كبنات. بعدها الحمد لله يا رب لك الحمد، دخلت في بطولة في ميدان ديراب، أخذت المركز الأول في بطولة سبيد تيست، والحمد لله نافست مع بنات وأولاد. بعدها طبعاً كمان دخلت بطولات في الكارتينج، حققت مراكز مشرفة فيها مركز ثاني في بطولة الاتحاد السعودي لرياضة السيارات. وبعدها صرت أتجه على رياضة الأوتوكروس أكثر، سبت الكارتينج لأنه كانت بداية، وبعدها استمريت في الأوتوكروس. الأوتوكروس هي رياضة شعبية يعني ما تحتاج حلبات، يكون في ستارت لاين وفينيش لاين اللي هو بداية ونهاية، ولازم أنت تدخل في المنعطفات بالسيارة وتجيب أقل وقت. فالأوتوكروس من أمتع الرياضات من رياضة السيارات، أنا لقيت فيها الصراحة عن تجربة فوائد جدا كثيرة، من ضمنها أنها ادتني ثقة كبيرة في القيادة العامة، خلتني أعرف كيف أبعاد سيارتي، أعمل فاست ريسبونس استجابة سريعة لأي شيء طارئ قدام. ما رح أطول عليكم في ده شيء، استمريت في الأوتوكروس. بعدها الحلبة لما صاروا يشوفوني أنا دائما أجي والحمد لله حققت مراكز حلوة، قالوا أفنان إيش رأيك نعمل أوبن داي للليديز؟ وأنا قلت فكرة ممتازة، لأن أنا نفسي بصراحة أمنية حياتي إنه يكون في فريق نسائي سعودي محترف في رياضة السيارات، لأنه مو حلو بس أفنان تطلع، حلو لما يكون في عندنا فريق تيم يمثل المملكة. فنظمت في حلبة ديراب في ميدان ديراب أوبن داي للليديز للأوتوكروس، كان جاني عدد تقريباً 4 بنات، بعضهم كانوا من الخرج من القصيم، صح العدد صغير بس أنا كنت جداً سعيدة وطايرة فيهم الصراحة، لأنه حبوا الموضوع واستفادوا. بعدها كمان عملنا وجاء العدد أكثر وأكثر وبعدها أكثر، وفي بعض البنات يعني لما مارسوا الشيء ده قالوا من جد فرق معانا يا أفنان، كنت طيب مرة ممتاز. من بعدها قلت أنا ليش ما يكون في كورس متكامل وسورتيفايد يتدربوا فيه البنات، لأني أنا أنقهر لما أشوف البنات في الشارع العام يعني هي ما عندها ثقة في نفسها تلف يمين، أنا شايفتها طب لفي هذه بتمر علينا نحن كلنا، فأنقهر عليها واللي مثلاً أحد يعني يجاكروها ولا يسوي لها مشاكل. فأقول لا هدول لا لازم يتقووا زي ما أنا كنت زيهم، لا هي كمان لازم تتقوى أكثر وأكثر. والحمد لله يا رب لك الحمد، بدعم من الحكومة ودعم من الاتحاد السعودي لرياضة السيارات أصبحت أنا أول سعودية تحصل على رخصة تدريب في رياضة الأوتوكروس، والحمد لله يا رب لك الحمد.